كابتن شرف، كنت بتكلم معاك قبل الفاصل عن قصة أحمد عبد القادر، واحد برضو من الكابتن محمد شرف يعني اكتشفهم، بس في الوقت ده كنت حضرتك شغال في أكاديمية النادي الأهلي مش في قطاع الناشئين، وهو كان في أكاديمية النادي الأهلي في المنصورة، وبرضو كنت من اللعيبة اللي أنت أوصيت بضمهم لقطاع الناشئين من النادي الأهلي. وإحنا كان عندنا طبعا الأكاديمية دي يعني يعتبر أفرزت قبل ما تفرز لعيبة هي أفرزت مدربين، إن كل الجيل القديم كان كابتن محمد رمضان طبعا مدير الأكاديمية ومع الكابتن سيد عبد الحفيظ نائب، واتعملت فروع كتير، مدينة نصر وبلبيس والإسكندرية والمنصورة. كانت في بداية الأكاديمية دي كانت أول سنة اللي هي 2006 وكان كل نجوم الأهلي موجودين، طبعا حافظ الألقاب بقى عبد الجليل وعلي ماهر وتامر حفني ومشير والحديدي وكشري، كل المدربين اللي موجودين على الساحة دلوقتي. ياسر رضوان كان ماسك فرع بلبيس، فكان كل يعني افرزت مدربين على الساحه دلوقتي ولعيبه كتير. ناصر ماهر كان من الولاد اللي موجودين في بدايه الاكاديميه خالص. فكان في دوره في الصيد بتتعمل كل سنه، ده بيشترك فيها اهلي وزمالك وانبي وكل الانديه الثقيله، وكان في السنه دي اهلي السعودي كمان كان مشارك فيها، واحنا اشتركنا الاكاديميه، كان اول مره تخش تشترك والاهلي القطاع. فسريعا كده كان الكابتن عبد النبي عاشور هو المدير الفني للاكاديميه، لفينا على الاكاديميات كلها ونشوف عشان نعمل فرقه في الجيل بتاع منتخب ال 99. فكان لينا نصيب في حمد عبد القادر ان احنا لقيناه، وهو كان واعد جدا، وعملنا بطوله هايله في الصيد، وكنا يعتبر اكاديميه مع بقى الاسماعيلي القطاع والزمالك، خدنا مركز ثالث. خسرنا قبل نهائي بضربات الجزاء وكسبنا الزمالك على الثالث والرابع 3-1. كان حمد عبد القادر خلصنا حمد عبد القادر ده عشان الجمهور عارف احمد عبد القادر، كان الشهرة حمدي طبعا، حمدي اسم الشهرة. بعد البطولة دي على طول كان كابتن احمد ماهر رحمة الله عليه كان مدير القطاع، خد بقى كذا لعيب، وكان منهم بداية بقى ان هو يتألق ويبقى ليه دور في قطاع الناشئين. فكانت الأكاديمية ليها دور كبير جدا، حتى في المراحل المختلفة هتلاقي كل اللعيبة اللي موجودة في القطاع دلوقتي كان بدايتهم يا إما أكاديمية، فرع زايد، مدينة نصر، فروع الأكاديميات من النادي الأهلي. احنا وصلنا ل 96 صح في اللعيبة اللي انت اكتشفتها؟ 93 كان تريزيجيه، بعديه طبعا جيل 95 محمد هاني، محمد يعتبر هاني هو اللي طلع من جيل 95 اللي هو اللي فضل لحد موجود، لكن اللعيبه كلها بيلعبوا في انديه يعني ممتاز بيه وممتاز. 98 احمد ياسر ريان واحمد حمدي وفوزي الحناوي في الاتحاد، كابتن الاتحاد دلوقتي ما شاء الله. كريم يحيى برضو من 98، كريم يحيى طبعا تحدي من اللعيبه كلها، مصطفى صبحي صعد بالحرس، دول كانوا من الولاد اللي هم كانوا ولاد النادي الاهلي. 99 طبعا عبد المنعم بقى وعبد القادر وشكري ومانو ونصير، كل دول الجيل بتوع 99. 2000 مصطفى شوبير، ويمكن كل ده اتمرن تحت قياده الكابتن محمد شرف وزياد طارق طبعا. ويمكن دي اول فرقه انا اشتغلت فيهم في الصغيرين، كانت فرقه مصطفى شوبير وزياد طارق. 2001 طبعا المجموعه دي كلها، اخر حاجه طبعا 2003 اللي انا ان شاء الله باذن الله هيبقى كابتن محمد شرف في الموسم القادم تولى القياده الفنيه فريق 2003. عندك مهمه صعبه اكيد، مهمه برضو فريق 2003 من المفروض من الفرق اللي عايزين نطلع لعيبه للدرجه الاولى برضو. انا والله مبسوط جدا بـ 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 يعني بالاهتمام بفرقه 2003، سواء من كابتن خالد بيبو، من لجنه التخطيط، من مستر مايكل، وهم شايفينهم حاجه محترمه وحاجه هتطلع منها لعيبه كويسه. اتمنى ان انا ان شاء الله يبقى ليا دور ان انا اقدر خلال السنه او السنتين اللي جايين ان احنا الهدف الاولاني اللي نشتغل عليه طبعا البطوله، تصعيد لاعبين والبطوله والتصعيد، لان انا برضو انا مش هصعد لعيب ما خدش بطوله صح. يعني انا كان رحمه الله كابتن ثابت كان دايما انت فاكر لما كنا بنبقى صغيرين فيقول لك انت في لعيب كويس معاك في الفرقه، كابتن ده في، احنا كنا بنبقى متصاعدين، فنقول له على لعيب يقول لك عمل ايه، انتوا كسبته كام، احنا بنسال على كل الناشئين وقتها، انت لازم تبقى دايس في مراحل الناشئين عشان ابص عليك، لان انا هاخدك هتلعب على كاتيجري تاني بقى
قوه بسرعه بمهاره، فانت لو في سنك مش نمره واحد استحاله هتكون ليك دور مع الفريق الاول.